كلنا يعرف أفعى الكبرى وسمها القاتل التي لو عضت إنسانا بالغا قتلته خلال ساعات، ونتفاجأ بمخلوق صغير طوله أقل من متر يقاتل الكبرى الخطيرة بشراسة وينتصر عليها. أهلا وسهلا بكم متابعين الأعزاء، وحلقة مميزة عن صراع الكبرى وحيوان النمس، ولكن فضلا منكم الإعجاب بالفيديو وتفعيل زر الجرس لدعمنا لنستمر. السهول الجافة في جنوب الهند مليئة بالأفاعي السامة، وتعتبر أفعى الكبرى من أكثر الأفاعي سما في جنوب آسيا، التي قد يبلغ طولها 2 متر و20 سنتيمتر، ولها جلد شائك وخشن يشبه البيئة التي تعيش بها، وتعتبر هذه أسلحة حيوية لها، بالإضافة إلى خطورة عضتها التي تقتل الإنسان البالغ خلال ساعات. ويشاركها السهول حيوان النمس الرمادي الهندي صغير الحجم بطول 76 سنتيمتر ووزن يصل إلى 2 كيلو و300 جرام، الذي قد يكون صغير الحجم ولكنه شرس للغاية. لذا حينما يتواجه النمس مع الكبرى تندلع واحدة من أشرس المعارك بين الحيوانات. نرى في هذا الفيديو شعور أفعى الكبرى بالخطر لوجود نمس صغير ذكر قد لا يتجاوز عمره 2 عام في نفس المنطقة، وتعتبر الأفعى من الغذاء المفضل للنمس، لذلك كانت الكبرى بشكلها الرهيب على أهبة الاستعداد للمعركة. وتتميز أفعى الكبرى بأنها تستطيع مد رأسها بواسطة الأضلاع المتحركة خلف عنقها بدءا من الفقرة 3 وحتى 13، كما أن لديها نابان في مقدمة فمها قادران على إفراز 210 ميلي جرام من السم القاتل، وهي أكبر من الكمية اللازمة لقتل إنسان 13 مرة. ويمكن للأفعى أن تنقض بسرعة 90 سنتيمتر في الثانية، فهي سريعة كالبرق، ولكن إن هجمت وأخفقت ستصبح معرضة للخطر. يتواجه النمس والكبرى في هجوم شرس ودقيق، فالنمس حيوان شرس يتصف بالقوة وعدم الخوف، كما أنه لا يتمتع بسرعة الحركة وحسب، بل يمتلك فروا سميكا يحميه من أنياب الأفاعي، وينتج جسمه بروتينا سكريا يجعله محصنا ضد السم، حيث له القدرة على التأقلم الفريد من نوعه ومقاومة جرعات صغيرة من سم الكبرى. وبين لحظات هذا الهجوم الشرس، من تكون له الضربة القاضية أولا يكون هو الفائز. يسعى الطرفان هنا أن يكون هو المسيطر، فكلاهما يتصف بالمرونة وسرعة الحركة حتى أنهك الصراع الطرفين، ولكن يبقى النمس متفوقا بحركته الرشيقة. وأخيرا يتمكن من غرز 40 سنا في جمجمة الكبرى وسحقها والقضاء عليها للحصول على فريسته وتناولها على مهل. كان هذا كل ما لدينا اليوم، وصراع الكبرى والنمس صراع البقاء. نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم معنا في حلقة اليوم، وإلى لقاء آخر وحلقة جديدة. دمتم بود، تحياتي لكم. أرابيك جيوغرافيك، طريقك إلى المعرفة.